شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ونظيرته التونسية نجلاء بودن مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون بين البلدين. وتضمنت الاتفاقيات عددا من البروتوكولات، من بينها بروتوكولات في مجال الزراعة والتعليم العالي والتعاون الدولي والاستثمار والبحث العلمي والمناطق الاستثمارية ومجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية والتشييد والبناء. جاء ذلك عقب أعمال الدورة 17 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.